أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أولا فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. صدق.